وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كاليفورنيا الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية. أهلا بك دكتور أشرف. يعني تحدثت السيدة نانسي بيلوسي بالأمس في المؤتمر الخاص بالحزب الديمقراطي، لكن ربما وأنا أتابع هذه الكلمة حضرني تصريح قديم لها قبل عزل السيد جو بايدن أو إقناعه بأن لا يشارك في الانتخابات الجارية، قالت أنها لا تصلح لإدارة البلاد، لكن فجأة في خطاب الأمس وصفتها بأنها تعرفها منذ عقود وأنها قوية سياسيا وخدمت المجتمع. فبرأيك دكتور أشرف، هل من يعني هذا التصريح هل هو التفاف حولها لأجل مصلحة الحزب أم أن هناك لعبة سياسية مورست بشكل أو بآخر؟ لا، هو مش التفاف لمصلحة الحزب. هو دلوقتي ما نقدرش ننكر أن نانسي بيلوسي يمكن أن نطلق عليها المرأة الحديدية في الولايات المتحدة الأمريكية للحزب الديمقراطي، يمكن أن نطلق عليها العقل المدبر لاستراتيجيات الحزب الديمقراطي. في كلمتها النهاردة هي حددت مين حيبقى رئيس مجلس النواب، وقالت مين حيبقى رئيس مجلس الشيوخ. يعني وكأنها قد وضحت يعني سياسات الحزب إلى أين. نانسي بيلوسي من ضمن الذكاء الخاص بيها، لو انت تفتكر في مؤتمر المناخ لما جت مصر، هي حاولت تثبت لترامب ان مصر دولة مهمة لها وللحزب الديمقراطي ايضا. يعني هي برضو بتتحرك في السياسة الخارجية لما راحت تايوان. يعني كانت زيارة جريئة لتايوان. طبعا هي بتدي يعني حتى في السياسة الخارجية عايزة تقول للحزب الجمهوري أنا كرئيسة مجلس نواب أنا بتحرك كرقم 3 في الدولة وعندي من الإمكانيات. وده بيرجع لتاريخها السياسي على فكرة المهم، أنها كانت ابنة كونغرس عضو مجلس نواب، ظهرت في الحياة السياسية لما كان والدها أيام جون كينيدي عن ولاية ميرلاند. يعني حتى النهاردة شكرت ميرلاند وشكرت كاليفورنيا لأنها بدأت حياة الطفولة في كلية ترينتي كوليدج في ميرلاند في الإيست كوست، ودي كلية يعني من الكليات الأكاديمية اللي لها تأثير على المجتمع الأمريكي في التقاليد، وانتقلت للعمل السياسي وقبلت كما قبلت كاميلا هاريس. خلي بالك ان هم ممكن لما يبقى الريح عالي عليهم يطاطوا ويشتغلوا في الهوم وورك بتاعهم عشان يقوموا يكبروا تاني. يعني هي دي حاجة مشتركة فيها. اختارت في كاميلا هاريس لما كانت هي نائبة الرئيس كاميلا وهي رئيسة مجلس النواب، وحتى بايدن وهو بيقدمهم في أبريل يعني بعد الانتخابات على طول قال مدام هاوس سبيكر ومدام فايس بريزيدنت. يعني كان فخور بان هو عنده قطبين بتمثل المرأة الأمريكية. دي الدعاية اللي حاولت النهاردة نانسي بيلوسي أن تقدمها للحزب الديمقراطي. بين الحزب الديمقراطي بيقول ان انا وكمالا ما اختلفناش من بعض على الرغم ان احنا في الولاية الكبيرة اللي هي كاليفورنيا اللي هي أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي فيها أكبر عدد من السكان، اللي فيها أكبر عدد من التنوع العرقي والإثني. حاولت النهاردة أنها تقول أن احنا ما اختلفناش، احنا حولنا الصراع إلى تعاون، حولنا أن احنا نتعاون مع بعض إزاي. وده فعلا ذكاء من السيدة هاريس ومن السيدة بيلوسي، الاثنين قدروا ان هم يقدموا نموذج للمرأة الأمريكية الطامحة في السياسة والراغبة في العمل المشترك. دي من أكثر الحاجات اللي لفت انتباهي. ولكن الحزب الديمقراطي بنانسي بيلوسي، بيل كلينتون اتكلم كلمة حلوة أو النهاردة يعني كانت ممتازة فعلا، ولكن مفيش حد طلع على الستيج النهاردة إلا يعني مسك في دونالد ترامب طبعا. يعني ولم يعني يتركوا له يعني صغيرة ولا كبيرة إلا والهجوم عليه باعتبار أنه يهدد للديمقراطية بأنه
سيغير المجتمع الأمريكي. يعني الديمقراطيين على فكرة لا مجهزين نفسهم بشكل يعني جاذب للإعلام وللميديا لتصريحاتهم، ودي على فكرة ملفتة للانتباه لما تشوف اليوم الثالث بيشتغلوا باستراتيجيات مرتبة، يبدو أنهم يعني عندهم تمويل للحملة الانتخابية، وبيظهروا ترامب أنه المتهم المدان أمام كاميلا هاريس اللي هي كانت المدعية العامة لسان فرانسيسكو، وكأنك بتتكلم عن متهم أمام وكيل النيابة. وده الصورة اللي حاولوا إن هم ينقلوها في هذا الخطاب. التطرف، وكان تطرفا شديدا في الحديث عن قضية الإجهاض، يعني فكرة إن المرأة لها الحق في أن تتحكم في جسدها. ما ممكن النهاردة لما تديها حق الإجهاض، ما هو طبيا ممكن الإجهاض يؤدي إلى موتها. أنت خدت بال حضرتك؟ يعني هم في السنة دي واضح إن في الحملة الانتخابية لهم مركزين على رغبات البنات الصغيرات، ان هم لهم الحق في ان هم، اتكلم على العشرينات يعني وما فوق، ان هم لهم الحق ان هم يتحكموا في جسدهم وفي الحريه وفي الاختيار. دي اكتر نزعات التطرف للحزب الديمقراطي. ولكن اقدر اقول لك ان هذه الدعايه يعني تتلاقى مع رغبه الشارع، رغبه الشباب. بس في نقطه مهمه قوي يعني أنا شفتها في اليوم الثالث، لما بديت أقارن كلمة بايدن بأوباما ببيل كلينتون اليوم، شوف كاميلا هاريس مش يعني هي طبعا واخدة الدعم أو الزخم من التلات رؤساء السابقين، ولكن هي في حملتها الانتخابية، وده يعني سنراه في الأيام القادمة، إنها تأخذ مسار رولاند ريغان الكاليفورنيانز اللي كان جمهوري وخدم يعني او ادى للسياسه الامريكيه زخم كبير كمرشح طبعا كرئيس للحزب الجمهوري وفترتين. كاميلا هاريس بتاخد من الحزب الجمهوري، لان النقطه المهمه لكاميلا او للحزب الديمقراطي او للاستراتيجيين لما جابوا تيم وولتز لما جابوه، هو ما جابوه من العينه اللي بتحب ترامب، وبالتالي يعني شوف الخطه ان انا مش انا ضامن الناس اللي هم معايا، انا بدور على الناس اللي مش معايا، عكس ترامب لما جاب فانس جاب واحد اشد ترامبيه منه، وبالتالي هو حافظ على دعم البيض اللي هم المتشددين اللي ضد الهجره وضد الملونين وضد التعدديه. ده انت معناه يا ترامب خدت طريق ما بتخاطبش بقى الملونين، يعني مثلا والدة كاميلا كانت ساينتست يعني أستاذة في البايو ميديكال الحاجات الطبية، دي حاجة كبيرة، وهي جذورها هندية. باباها كان اقتصادي في ستانفورد. يعني خلي بالك كاميلا مش جاية من أسرة بعيدة عن العلم والتخصص، وبالتالي دي زخم لها أيضا في المجتمع الأمريكي. والأهم إن الاتنين مهاجرين، خلي بالك دي نقطة. الآن بص شوف المجتمع الأمريكي بيتغير، وأنا يعني قلت الكلام ده في اللقاءات السابقة، ولكن بأكد على نقطة مهمة، حتى بيتغير لصالح القضية الفلسطينية، حتى بيتغير لصالح غزة. ليه؟ ال 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 البيض ما عادوش أغلبية في المجتمع الأمريكي. يعني كمان 5 سنين احنا بنتكلم عن مجتمع مختلف في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي القضايا اللي بنبني عليها في التعامل مع السياسة الخارجية الأمريكية في 50-60 سنة فاتت، لا في 20 أو 10 سنين اللي جاية احنا بنتكلم عن سياسة خارجية مختلفة للتعامل مع القضايا اللي بتمس الناس اللي من الهند ومن الشرق الأوسط، اللي بتمس الناس من أمريكا الجنوبية. عشان كده الحزب الديمقراطي يعد حزبا يعني بيتصرف بديناميكية مختلفة عن الحزب الجمهوري. وهنا
كانت كل الدعايات النهارده وكل الناس اللي اتكلمت على التعدديه في امريكا، حمايه الاقليات، حمايه حق المراه، يعني بغض النظر عن النقطه اللي هي المتطرفه في حق الاجهاض، ولكن الرسائل تشجع الملونين وحتى الافريكان امريكان ان هم يصوتوا لصالح كاميلا. وده انا بعتبر يعني الزخم بتاع الحزب الديمقراطي يبدو انه مستعدا بطريقة أكثر تنظيما وترتيبا حتى في اختيار الجمل في الكلمات، حتى في اختيار الضيوف. يعني النهاردة حتى حاكم بنسلفانيا قدم برضو خطاب كويس، بس هو طبعا يعني كويس ان هو لم يشر الى دولة الاحتلال، لانه يعني من الناس المؤيدين لدولة الاحتلال بشكل كبير، ولكن هذا النمط سينحسر في السياسة الأمريكية. وكلهم اتكلموا على وقف اطلاق النار في غزة كما تحدث بيرني ساندرز أمس بشكل واضح، ولكن هنا في خضم الحملة ديت والتحديات اللي بتواجهها كان في نقطة لفتت انتباهي، هم أنهم بدأوا يستشعروا بالضيق من أنتوني بلينكين، لأن أنتوني بلينكين لا يعمل لصالح الحزب الديمقراطي والانتخابات الأمريكية. يعني هو لما جه في تصريح وقال لك بيرمي المسؤولية على حماس وأنها هي المسؤولة وليس نتنياهو، لا، هم هنا الأمريكيين هنا لا ما وافقوش على هذا التصريح، وده اللي خلى بايدن يبدأ يتحرك بسرعة وإن هو يقول إن هذه التصريحات غير دقيقة. ولكن في ظني أن أنتوني بلينكين إذا ما نجحت كاميلا هاريس لن يكون وزيرا للخارجية الأمريكية مع كاميلا هاريس، لأن كاميلا هاريس ستختار فريقا لبناء الدولة الفلسطينية بشكل أكثر فهما وللقضية وللشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط يجب أن تنتهي هذه القضية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بتستعد لتحديات كبيرة تواجهها كتحدي الحرب الأوكرانية الروسية وتحدي الهيمنة أو ما ينظروا إليها أنها الهيمنة الأمريكية التي تهدد من قبل الصين. يعني ربما هذه النقطة يعني دكتور أشرف أو يعني حضرتك الآن أثرت العديد والعديد من النقاط الهامة التي تستوجب جميعها يعني نقاشا كاملا، لكن لأن وقتنا مع الأسف قد انتهى فأشكرك من كاليفورنيا الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.